مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مليون حكاية. النهاردة هنتكلم عن وردة الجزائرية، مطربة وممثلة جزائرية لقبت بأميرة الطرب العربي. بدأت مشوارها في عالم الغناء في طفولتها، وسجلت عشرات الأغاني لكبار ملحنين من بينهم محمد عبد الوهاب والموسيقار بليغ حمدي، وقد شاركت في عدة أفلام ولا عرض مسرحي واحد. ولدت وردة الجزائرية في يوم 22 يوليو عام 1939 في الحي اللاتيني بمدينة باريس، أب جزائري وأم لبنانية من عائلة بيروت. الوالد اسمه محمد فتوك. كبرت في وسط بعيد عن اللغة العربية، وعرفت في سن مبكرة بجمال صوتها، وغنت في طفولتها داخل مطعم بالفندق الذي كان يمتلكه والده، وكان يشرف على تعليمها في الفندق المغني التونسي الصادق طريا. وقدمت عبر الإذاعة المصرية أغاني عدة لكبار الفنانين مثل أم كلثوم وإسمهان ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ. خلال غناءها في فرنسا أعجب ملحن سوري بصوتها، فأقنع والدها بضرورة الاهتمام بها فنيا والتعاون معها، فكان ذلك بدايتها الفعلية في عالم الغناء. وفي عام 1959 سافرت إلى دمشق وغنت في نادي الضباط السوري، لتنتقل بعد ذلك رفقت والدتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وهناك تعرفت على المنتج والمخرج السينمائي المصري هلم رفرة، الذي قدمها في أول أفلامها السينمائية المز وعبد الحمول في سنة 1962. طلب الرئيس جمال عبد الناصر أن يضاف لها مقطع في أغنيه وطني الأكبر الذي لحنه محمد عبد الوهاب، وشارك في غنائها مطربون عرب بينهم عبد الحليم حافظ وصباح ونجاة الصغير. عادت إلى الجزائر بعد استقلالها عن فرنسا في عام 1962، وتزوجت واعتزلت الغناء إلى أن طلب منها الرئيس هوارد مديان الغناء خلال الاحتفالات المخلدة لذكرى العاشرة للثورة الجزائرية عام 1972. فقدمت أغنية عدنا إليك يا جزائرنا الحبيبة من كلمات الشاعر الجزائري صالح قرطي وألحان الملحن المصري بليغ حمدي. بعد تلقاها من زوجها جمال صيري وكيل وزارة الاقتصاد الجزائري، عادت إلى مصر تنطلق من جديد في مسارتها الفنية، وتزوجت من الموسيقار بليغ حمدي الذي لحن لها عدة أغاني، من أبرزها أغانيها مثل أولاد الحلال وما عندكش فكرة وياهل الهوى. ويقول البعض أن ميلودها الحقيقي تم خلال حفل فني مباشر بغنية أوقات بتحلو عام 1979 من تلحين سيد مكاوي. خلال مساراتها الفنية تعاونت مع العديد من الملحنين على غرار محمد عبد الوهاب ورياض الصنباطي وصلاح الشرنوبي، ومن أبرز أغانيها في يوم وليلة، أكذب عليك، شعور ناحيتك، العيون السود، اسمعوني، بتونس بيك، بلاش تفارق، لولا الملامة، سلام الحبايب، من غير عتاب، وحشتوني يا ليل أيام. آخر عمل مصور لها كان أغنية وطنية بعنوان ما زال واقفين بمناسبة احتفال الجزائر في الذكرى 50 على الاستقلال، بينما كان آخر ألبوماتها الغنائية بعنوان اللي ضاع من عمري في عام 2011 ميلادية. وإلى جانب غنائها قامت ببطولة 6 أفلام مصرية هي أميرة العرب سنة 1963 ومشاركة رشدي أباظة، وحكايتي مع الزمان عام 1973، وصوت الحب عام 1973، وآي ليل يا زمن عام 1977، وليه يا دنيا عام 1994 بمشاركة محمود ياسين وصلاح السعد. كما شاركت في 3 مسلسلات تلفزيونية هي أوراق الورد عام 1979، وآن الأوان عام 2007، والوادي الكبير. بالمقابل لها عرض مسرحي واحد في منتصف السبعينيات بعنوان طمر حنة أمام الممثل عزة العلالي وألحان بليغ حمدي وإسراج بلال الشرقاوي. الجوائز والأوسنة. حصلت وردة على الكثير من الجوائز والأوسنة خلال مشوارها الفني، منها جائزة المجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية أفضل مطربة عربية العام 2009، وجائزة أفضل أغنية لبنانية أيام، والتي طرحت بعد وفاتها في جوائز الموريكس دور لعام 2014. وقبل ذلك تم تكريمها بموريكس الوفاء خلال
حق توزيع جوائز الموريكس دور لعام 2012، كما كرمت خلال مهرجان كان السينمائي في عام 2013 في جناح الجزائر من خلال عرض فيديو كليب أغنية أيام الذي صور على شكل فيلم. خضعت الفنانة وردة لعملية جراحية لزراعة الكبد في المستشفى الأمريكي بباريس، لكن فرقتها الحياة بعد ذلك بسخطة قلبية في بيتها بالقاهرة مساء يوم الخميس 17 مايو 2012، عن عمر يناهز 73 سنة. ونقل جثمانها إلى الجزائر عبر طائرة خاصة أرسلها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ودفنت بالمقبرة العليا في العاصمة، وهي المقبرة التي يدفن فيها رؤساء الجزائر.